السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة تقاسم أرباح البيتكوين. مرحبا بكم كلكم إخواننا في قناة تقاس في قناتنا. أول سنقوم بشرح لكم إيردروب، هذا الإيردروب أيضا متواجد على الإيتر فلاير، اسمه الأداب، هذا هو الرمز الخاص بالإيردروب أو اللوجو الخاص بالإيردروب. لم يتبقى له سوى 17 ساعة، هذا هو التوتال الأشخاص الذين تسجلوا في الموقع. يقول لك يعطي تقريبا يعطي 95 مليون أداب توكن كيف واي، هدية للبيبليك ايردروب، لجميع الأشخاص الذين يسجلون في الايردروب سيوزع عليهم 95 مليون أداب بالتساوي. هذا هو الايردروب. خطوات التسجيل سهلة، قد شرحت بعض المواقع الشبيهة بهذه المواقع الايردروب باش في بعض الفيديوهات على اليوتيوب. خطوات لن أقوم بإطالة عليكم في الشرح، خطوات التسجيل زد سهلة. أول شيء تقوم بالضغط من هنا برؤية الموقع الخاص بهم، كليك هير. عندما ترى الموقع الخاص بهم تقريبا تراه، فترجع إلى هذه الصفحة ثم تقوم بالضغط على كونتينيو. بعد ذلك تأتي هنا وعمل فولو. إذا كنت عملت فولو من قبل فتأتي وتفعل هذه 2K 2000 نقطة. إن لم تقم بعمل فولو لهم من قبل تأتي وتقوم بالضغط على الرابط من هنا تويتر، سيحولك إلى الرابط تويتر الخاص بهم، الصفحة الخاصة بهم على تويتر. بعد ذلك تأتي وتقوم بالضغط على فولو هكذا. أما بالنسبة لفولو أداب اوفيسيال الموقع الخاص بهم، تأتي وتضغط على سينباتيك لك الرابط من هنا، ثم تأتي بالماوس إلى الأعلى إلى هذا الرابط ثم تضغط عليه. عندما تضغط عليه سيحولك إلى الصفحة الخاصة بهم، هذه هي الصفحة الخاصة بهم تقريبا. تأتي وتضغط فولو هكذا. عندما تضغط فولو سترجع إلى الصفحة الخاصة بالموقع، تأتي وتضغط لتفعل هذه الخاصية، تضغط على 2 كاب من هنا تتفاعل بالأزرق هكذا. فإن لم تفعل بالأزرق فإنك لم تفعل الخاصية. أما بالنسبة لريتويت أيضا، ستأتي هنا وتقوم بعمل ريتويت لإيتر فلاير من هنا، يعني بتقول عليك الرابط تضغط عليه من هنا. بعد ذلك يقول لك أيضا قم بعمل ريتويت آخر لرابط آخر، هذا هو الرابط تضغط عليه ثم تقوم بعمل ريتويت. سأقوم بشرح هذه الخطوة أيضا. تضغط من هنا على ريتويت على الرابط الموقع، يعني بتقول لك ها هي الصفحة. تأتي وتضغط على لايك من هنا، بعد ذلك تأتي وتضغط على ريتويت، وبعد ذلك ستنباتق لك هذه الخانة ثم تأتي وتضغط على ريتويت، هذه الخانة بالأزرق هكذا. قد تم تفعيل ريتويت. بعد ذلك تأتي وتفعل، كلما تقوم بهذه الخاصية تأتي وتفعلها. هنا يقول لك عمل جوا على التليجرام جروب الخاص بإيتر فلاير. هنا أيضا عمل جوا على أداب تليجرام جروب الخاص بأداب بهذه العملة. هنا إيتر فلاير واليت أدريس، تأتي وتقوم بلصق رابط محفظة إيتر فلاير. من لم يتسجل في محفظة إيتر فلاير فهناك العديد من الشروحات في اليوتيوب. ستأتي إلى اليوتيوب وتقوم في خانة السيرش بكتابة كيفية التسجيل في محفظة إيتر فلاير، سيشرح لك بالتفصيل كيفية التسجيل في محفظة إيتر فلاير. عندما تقوم بالتسجيل فيها لا تنسى بعض الخصائص، سيشرحونها لك أيضا في الفيديوهات. هذا كل ما لدينا. تقوم بلصق رابط محفظة إيتر فلاير هنا ثم تضغط بعد ذلك على كونتينيو لكي يقوم بالإرسال لك الرموز بعد إنتهاء هذا الإيردروب. آخر مرحلة وهي رابط الإحالة أو رابط الإحالة، تأتي من هنا وتقوم بنسخه. وإذا أردت أن تقوم بعمله بارتاج أو شير على هذه المواقع الفيسبوك أو تليجرام، تقوم بالضغط على واحد من هنا. هذا كل ما لدينا في شرح هذا الإيردروب. لم يتبقى له سوى 17 ساعة تقريبا، عندما تنتهي 17 سيغلقون التسجيل في هذا الإيردروب. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة ودعمنا بزر لايك،
فضلا وليس امرا، لكي وتفعيل اهم خاصية الجارت لكي يصل لكم كل فيديو اقوم بنشره. وشكرا.